ماتش الدوري ده الكونفدراليه المباراه برضه اجمل حاجه حصلت في الماتش بتاع طلائع الجيش. بيجري طبعا اجمل حاجه حصلت في طلائع الجيش ان الاهلي لما كسب طلائع الجيش كان لو اتعادل بس الاسماعيلي هياخد الدوري. تمام. فالاهلي لما كسب طلائع الجيش كان الاسماعيلي بيلعب ماتش فراحوا جايبين الصورتين. جايبين فعبد الله سعيد كان لسه بيلعب في الاسماعيلي فجايبين البتاع الصوت مايم مش بتاع فبيسال فقالوا له فعمل حته دي الرياكشن عبد الله اللي هو يا ليه لطين الاهلي كسب برضه زي الاعلام الكبير عمرو اديب لما في مره برضه بيذيع حلقه والاهلي كسب الاهلي كسب وقعد يهلل بتهزروا بجد كسب لا ساعتها خلاص بعد الماتش ده الاهلي لعب الاسماعيلي وخد الدوري 1-0 1-0 فلافيو لا التاريخ هنا يعني تسالوا في اي حاجه التاريخ